ربنا ولك الحمد هذه إحدى صيغ ما يقال بعد الرفع من الركوع، وقد ورد بحذف الواو ربنا لك الحمد، وهذه في الصحيحين، وهذه المذكورة أيضا ورد في الصحيحين، وورد بزيادة اللهم فتكون اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه في الصحيحين أيضا، وورد بزيادة اللهم وحذف الواو، وهذه عند البخاري اللهم ربنا لك الحمد، وورد لربي الحمد، وهذا ثابت عند أبي داود، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكررها بقدر ما مكث في ركوعه ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد. وورد عند مسلم اللهم لك الحمد بدون ربنا وبدون الواو، وهذه يقف منها الألباني رحمه الله موقفا فيقول إنها لم ترد في هذا الموطن ولم ينص الحديث على هذا، لكننا نقول إن إيراد الإمام مسلم رحمه الله لها تحت ما يقال بعد الرفع من الركوع يدل على أنها في هذا الموطن، وكذلك الراوي لها ذكر هذه ضمن حديث هو رواه فيما يقال بعد الرفع من الركوع.